بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي القناة الثالثة من تلفزيون دولة الكويت في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج رسائل صحية. هذا البرنامج الذي يهدف إلى تسليط الضوء والتركيز على المعلومات التغذوية الرياضية والصحية. في حلقة اليوم راح نتكلم عن موضوع يلامس الأهالي بشكل خاص، لأنه هو يخص أطفالهم. دائما المواضيع اللي تخص الأطفال تلامسنا بشكل كبير. راح نتكلم عن موضوع الطفل الانتقائي. طبعا الطفل الانتقائي او البيكي ايتر مشاكله دائما في الاكل. ممكن في اطفال يحبون الاكل الصريح، ممكن الاطفال يحبون الاكل المخلوط، ممكن في اطفال يحبون يكون الطبق حقهم لون واحد، لكن اكيد هذه المشكله لها حل. راح نتكلم بعد الفاصل منو هو الطفل الانتقائي وشلون اقدر اعالج هذه المشكله باساليب حديثه ومتطوره، سواء على من ناحيه الاهل او من ناحيه الطفل، لكن بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم من بعد الفاصل مع ضيفة حلقتنا أخصائية التغذية العلاجية أستاذة بسمة لوهيب. حياك الله أستاذة بسمة. الله يحييك، نورتنا حبيبتي. النور نورك. اليوم نبي نتكلم عن موضوع يهم كل الأمهات ويعانون فيه، اللي هو الطفل الانتقائي. بداية، من هو الطفل الانتقائي؟ أوكي، الطفل الانتقائي صح هو وايد أمهات يعانون من موضوع الانتقائية، لكن على درجات مختلفة. ففي وايد تعاريف للطفل الانتقائي. احنا لما نتكلم عن الطفل الانتقائي، في طفل انتقائي انتقائيه عاديه، وفي انتقائي انتقائيه شديده، اوكي، اللي احنا بالانجليزي نفرق بينهم نقول بيكي ايتر وبروبلم فيدر. فالانتقائي انتقائيه عاديه نقول انه هو مثلا ممكن يكون عنده مشاكل في الاطعام، او انه هو يرفض الاكل، او يبين بعض السلوكيات الانتقائيه مده ممكن تمتد الى سنتين، اوكي، يعني تبدي معاه مثلا انتقائي عمره سنتين ممكن تكمل معاه لاربع سنوات. إنه هو مثلاً يرفض مجموعة من المجاميع الغذائية، مجموعة كاملة، مثلاً ما يأكل بروتين نهائياً أو خضار نهائياً أو فاكهة أو غيره. لما نعد عدد الأطعمة اللي هو يأكلها تكون تقريباً ما بين 20 إلى 30 صنف من الأصناف. وممكن إنه هو تلقين الأهل وايد يسوون له وجبة خاصة، لأنه ما يأكل أكلهم فيسوون له وجبة خاصة. ممكن يتعسر أكثر من أقرانه اللي بنفس عمره لما يحطون له شيء جديد أو شيء هو ما يبي، ممكن يرفض الأكل الجديد. الحين لما نتكلم عن الانتقاء انتقائية شديدة، هني إحنا نتكلم عن طفل يأكل أقل من 10 أصناف، ما بين 10 إلى 15 صنف، يكون يا هذا العدد أو أقل منهم. مثل ما قلت، همّن إنه هو صنف كامل أو مجموعة كاملة من المجاميع الغذائية هو ما يأكلها. ممكن إنه هو يكون يأكل شغلات وبعدين يبدي يهدهم واحد تلو الآخر وما يرجع لهم مرة ثانية. الانتقاء انتقائية عادية ممكن إنه هو يرفض أكلات كان يأكلها بس بعدين يرجع لهم، تلقي مثلاً شهر شهرين مسألة وقت ويرجع لها. أما الانتقاء انتقائية شديدة يهد الأكل وما يرد له، فتلقين قائمة الأكلات اللي هو كان يأكلها بدأت تتقلص شيئاً فشيئاً، والأهل مو عارفين شلون يردونها له، وتلقين وجبة الأكل أصلاً كل يوم عند البيت هذا اللي فيه طفل انتقائي تكون عبارة عن هم ونجرة ومشاكل وتعال أكل والله يخليك ومفاوضات وأعطيك مكافأة إذا كليت. فهي أساساً مصدر عالي من مصادر الاسترس. نشوف بعد عند الطفل الانتقائي انتقائية شديدة مرات يكون عنده تأخر في المهارات. يعني أنا عندي طفل عمره 6 سنوات، ممكن مهارات المضغ والبلع عنده تكون مهارات طفل بعمر 2. فأنا لما أشوف عنده تأخر بمهارات الأكل، لما أشوف عنده مشاكل حسية شديدة أنه يرفض قوام كامل من قوامات الأكل، فهذه بعض الإشارات اللي تدل أن هذا الطفل انتقائية شديدة، وممكن حتى مدة الانتقائية تزيد عن 2، أنه هو طول فوق 2 عنده هذه المشكلة. يعني هو يبدأ من 2 إلى 4 سنوات، ممكن أنه يمتد لعمر أكبر. ممكن، وممكن يبدأ قبل 2 اللي عنده مشكلة حقيقية بالإطعام، مو بس مجرد انتقائية. لو كانت مشكلة في البلع والهضم هنقول ممكن تكون أقل من 2، لكن لو كان طفل سليم فمن 2 ممكن يمتد إلى أكثر من 4 سنوات. ممكن، ممكن. إذا في أسباب معينة تخلي الطفل هذا يكون طفل انتقائي، إذا كان هو سليم ما عنده أي مشكلة؟ احنا دائما نقول ان الانتقائيه دائما لها سبب، اوكي، احيانا هو في سبب بس احنا مو مشخصينه.
فممكن يكون اسباب فيزيولوجيه، مو بس البلع، مو بس المضغ، ممكن احنا عبالنا انه هو قاعد يعلج عادي، لكن لما نشوف العضلات هو عنده ضعف عام في العضلات الهايبوتونيا. ممكن انه هو ايضا يكون عنده مشاكل حسيه، فهي السنسوري بروبلمز او المشاكل الحسيه ما نشوفها بالعين، لكن صحيح. نشوفها بالسلوكيات اليوميه، انه مثلا ما يرضى يلبس جينز خلينا نقول، او ما يبي الجوات اللي تكون ضيقه عليه، فهذه هي احنا ندخل مختصين ثانيين العلاج الوظيفي يدخلون معنا في المشاكل الحسيه. مرات يكون عندنا ارتجاع صامت ما نشوفه، يعني مو ان الطفل عزك الله يستفرغ، لا، يكون هو ارتجاع صامت فحارج احنا ما ندري، بس الطفل يتالم كل ما هو ياكل. فهذه بعض الاسباب البيولوجيه. الحين في اسباب ممكن تكون مو فيزيولوجيه، ممكن تكون بسبب البيئه، مثلا مر بضغط معين، او مر قص بشغله معينه، او شاف احد قدامه يقص. يعني انا شفت واحد هو الحين كبير، ريال بالخمسينات، يقول انا لليوم ما اكل هريس لان مره شفت احد من اهلي يقص فيه وقص، يعني اختناق. فانا ليوم عندي الموضوع يأزم، فانا ما اقدر اقرب من الهريس. إيه؟ في اكيد يعني في سبب او رده فعل تكون ممكن عنيفه بالاكل، انا ذكرى قاسيه تخلي خلاص انا ما ابي احرم هذا النوع من الاكل، لكن اكيد هذا الشيء او هذه مثلا الاطباع خلينا نقول انها تاثر على نمو الطفل. صح. فهل تاثر عليه من الناحيه الجسديه، وممكن هل تاثر عليه من الناحيه النفسيه، او تاثر ايضا في نموه؟ اكيد اكيد. احنا عندنا طبعا السبيكتروم خلينا نقول يمتد من النحافه الى السمنه. مو معناته ان الطفل عنده سمنه معناته هو ما عنده مشاكل بالاطعام، احيانا الانتقائي ممكن يكون عنده سمنه، واحيانا واغلب الاحيان يكون الانتقائي يكون عنده نحافه. اوكي. طبعا احنا مو بس مشكلتنا انه هو ضعيف ولا انه هو سمين، احنا هذه النحافه او السمنه يترتب عليها ان احنا عندنا نقص في وايد من الفيتامينات، المعادن نلقى في عنده نقص حديد، نقص فيتامين د، يكون مثلا البروتين اللي قاعد ياكله مو كافي، ما قاعد ياكل خضار وفواكه بشكل كافي، لان عاده الانتقائي شنو يستسهل؟ يستسهل الاشياء المكرره، يستسهل الاشياء اللي ما تحتاج اساسا مهارات متطوره بالاكل، فيستسهل انه هو ياكل بطاط، كاكاو، حلاو، البافس، الاشياء اللي تذوب بالحلج. فحتى يعني هذا بينطبق حتى على السمنه، غالبا احنا شنو نشوف انه في تنقنق وايد خلال اليوم، فيفضلون الاكل السهل. صحيح. مو لحم انا اقعد اعلجه وامضغ في فتره عشان اقدر ابلعه، ولا مثلا جزره يابسه ولا سلري ولا غيره، الاشياء اللي تحتاج مهارات متطوره في المضغ وفي البلع. فنلقى انه لما ياكلون كل هذه الاشياء وما ياكلون الاشياء اللي احنا نبيهم ياكلونها، هذا الشيء بالتالي ياثر على نموهم. وانا اغلب الحالات اللي اشوف في عياده تغذيه الاطفال نحافه مو سمنه، مع ان احنا وايد نتكلم عن السمنه السمنه السمنه، لكن انا اغلب الحالات يكون عندهم نحافه او تعثر في النمو، مو بس الوزن الطول. مرات حتى ما يكون في عندهم مشكله بالوزن، لكن لما يتحولون علينا ونشوف التاريخ الغذائي مالهم نشوف ان لا، في وايد مشاكل بالاكل، هو ياكل لي 5 أصناف ولا 10 أصناف، من بينهم حبه فاكهه واحده وعيش ويمكن شكل نجتس بس. شنو اكثر شيء ممكن الطفل الانتقائي يكرهه وما ياكله؟ يختلف على حسب الطفل، لكن غالبا اكثر مجموعه اشوف ان هم يمتنعون عنها مجموعه البروتين والخضار، هذيل اكثر مجموعتين اشوف ان هم يعني يحقرونها بالكامل، فهذيل اكثر مجموعتين. انزين استاذه بسمه، فلنفترض ان يالج طفل انتقائي وما ياكل مثل ما ذكرتي الا اصناف قليله، شنو اول خطوه تتبعينها لو كان شخص سليم، طفل سليم ما عنده مشكله صحيه؟ اشوف بيئه الاكل. دائما لما اخذ التاريخ الغذائي اقول حق الام او الابو او اللي جاي بالطفل، شرحوا لي وضعكم بالوجبه، شرحوا لي شنو قاعد يصير وقت الوجبه، مو بس شنو قاعد ياكل، شرحوا لي هل في تلفزيون، هل في ايباد، هل في مثلا مشتتات وايد، احد قاعد يلعب، انزين كرسي الطفل شلون صاير، شلون قاعد، هل هو تواصل دقيقه وايد، لان اصلا يقول لك الطفل في وايد مرات من المشاكل اللي يقولونها ان ولدي ما يقعد على الطاوله، فاذا الطفل ما يقعد على طاوله صلح كرسيه، اول شيء تسويه صلح كرسيه. ليش؟ لان احنا عبالنا ان انا لما احط الاكل قدام الطفل اولويته الاولى راح تكون الاكل، لكن هذا مو صحيح. اولويه الجسم الاولى ان انا اقدر اتنفس، اوكي، هذا رقم واحد. فاذا كان عندي مشكله في التنفس فهني لازم اعالجها. انزين الحين نتكلم عن العامل البيئي اللي هو الكرسي، لازم الاولويه الثانيه تكون ان انا عندي ثبات وانا قاعد. فاحنا وايد مرات نحط كرسينا حق الاطفال، فالطفل قاعد وريوله طايره بالهواء، مو مريح وطول الوقت يتحرك. شفتي لما احنا نروح مثلا اي مطعم ويقولوا لنا المتوفر الكرسي البار اللي هو الطويل،
فاحنا نقعد مو مرتاحين، هو مصمم الكرسي ان احنا ما نطول عليه. فنفس الشيء لما انا اقعد الطفل على كرسيه وهو مو ثابت، فهذا من اول الاشياء اللي اقول لهم غيروها، حطوا كرسي يكون الطفل قاعد بوضعيه 90 90 90 اللي هو 90 درجه عند الخصر، عند الركب وعند ريول وريله، لازم تكون ثابته، مو لازم نجيب كرسي جديد، عادي اشياء اعدلها بالكرسي، قنف مخده عفوا وراهم، اجيب لهم معتبه احطها تحت ريولهم. المهم انه اول لما يكون قاعد يكون قاعد بوزيشن صحيح، والطاوله تكون هني تقريبا تحت صدره بشويه، ويقدر هو يتفاعل مع الاكل ويركز فيه بدل ما هو مركز بوضعيته. صحيح. فهذا رقم واحد. رقم اثنين، نشيل المشتتات، التلفزيون، الشاشات، هذه الأشياء. رقم ثلاثة، على الأقل مرة باليوم في وجبة مشتركة، أن يكون العائلة قاعدة مع بعض. هل تعتقد أن الوجبة المشتركة لها دور كبير أن الطفل ما يكون انتقائي بالأكل؟ لها دور كبير أنها تطور من مهارات الطفل، سواء كان انتقائي ولا مو انتقائي، لأن لما أنا أحط الطفل بروحه هو ما في أحد قاعد يتعلم منه، لما أحطه مع الكبار اللي يعرفون يأكلون، هو مو بس انه قاعد معاهم، هو قاعد يشوف هم شلون قاعدين ياكلون، الدياية الكبيرة هذه شلون قاعدين يقصونها، لما يتوهق بلقمة تكون الام او الابو او اللي قاعدين معاه نفس الكوتش، نفس المدرب، لا علتش زيادة، لا شوف انا اقدر اقصها، انت تقدر تقصها بعد. لما يشوف ان انت مثلا قاعد تاكلين شيء هو اول مرة يشوفه، يشوف الطفل يشوف ان امه او ابوه امان. مثال بعد. مثال وامان بالنسبة له. يعني حتى عزيز الله مثلا الحيوانات الطبيعيه يشوفون الكتاكيت او كذي، لازم الام تاكل اول بعدين انا اكل، لان الام لما تاكل معناته الشيء خالي من السموم وما راح يضرني. فالطفل عندنا نفس الشيء، لما يشوف امه تجيز شيء او تاكل شيء معناته هذا شيء امن. ما ادري اذا لاحظتي ولا لا، مرات احنا نكون مثلا طالبين شيء لنا مو لهم، لازم يشاركونا وشيء ما يعرفونه. صح. بس اشوف بجرب بإيد اللي بايد الام دائما يصير حلو. بالضبط بالضبط. لو اول مره لو كله خضار بشوف شنو قاعد تاكلين، عطيني ابي لقمه. فهذه المشاركه تساعد في المهارات، وتساعد ان هم يتعرضون للاكل عشان يتعرفون عليه، لان احنا الاكل يبدي ان احنا نبي نتعرف عليه، نشوفه نصادقه، بعدين يصير عندنا ان احنا تقبل ان احنا ناكله. صحيح. في اطفال كثير ساده بسمه يفضلون الاكل الصريح، وان انا مثلا خلاص ابي اكل بروتين بروح، الكارب بروح، والخضار بروح، الفواكه ممكن وقت ثاني. هل هي هذه تعتبر واحده من الاساليب تتبعونها في علاج الطفل الانتقائي؟ احنا مثل ما قلت لك الاطفال يختلفون، في اطفال عادي عندهم ان انا اخلط الاكل مع بعض، وفي اطفال عندهم ان انا ما ابي الاكل يجيس. اوكي، ما في طريقه واحده صح، يعني المهم ان انا اوصل مرحله ان هو ياكل، تريح طفلي، تريح طفلي وتريحني انا كولي امر. المهم ان هو ياكل كل المجاميع الغذائيه، وان هو يتطور، يعني شوي شوي يتطور ويبدي ما يتعسر وايد بهالامور. بس احنا في تكنيكس ان احنا نسويها عشان احنا ننقل الطفل من انه هو يصير وايد عسر اذا شيء جاس الثاني، لمرحله انه هو اذا صار شيء مو عاجبه يقدر يتصرف فيه. تقدر تشيله، تقدر تمشي، تقدر انت تتصرف بالاكل اللي قدامك، فنعلمهم مهارات حل المشاكل. فاحنا وايد مرات من الاشياء اللي نسويها، خلينا نقول يعني خصوصا اذا كان الطفل انتقائي، احنا مو وايد نتشرط هو شنو ياكل، انا المهم شوي شوي ابدي ازيد الاكل. صح. فمثلا خلينا نقول هو بس ياكل عيش وياكل مثلا كفته، بعد زين هذا اللي ياكل كفته، انا اعرف اكثر اللي هالي عيش تشيكن ناجتس. اوكي، مثلا عيش وتشيكن ناجتس، وممكن من الاكلات اللي يتقبلها جبن او مثلا جزره اذا كان ياكل خضار. اوكي انزين، اذا انا الحين بحط له مرق، في وايد ما يرضون مرق، ولا تحطي له دقوس ولا صلصه على العيش، اوه سويتي له مشكله. فهني انا شو اقول؟ هني انا اول مره اقدمها بشكل منفصل، اوكي، بحيث انه هو بسهوله يقدر يشيلها من صحنه. فالحين هذا الصحن، انا العاده احط الصحن ونحط تحتها هذه المفرش البليس مات اللي تحت الصحن، فهذه مساحه الطفل الخاصه. فنبدي ندخل مثلا المرق بباديه نحطه على البليس مات، بعدين اذا هو قال انا ما ابي قدامي نقدر اقول له تقدر تدني. اوكي، بعدين احطه بصحنه، ما تبي شيله، ما اخلط من البدايه، لما يتقبل وجوده بعدين اخذ كميه صغيره اخلطها معه، بعدين هو هم هذا يقدر، وهكذا نتدرج بالتدريج. اكيد التدريج عامل حيل كبير في انه يتحسن من اطباعه هذه. صح. احنا اكيد بنكمل اسئلتنا لكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله، وياكم اخوكم وسام المدن، اختصاصي طب طوارئ. اليوم راح نتكلم عن الكسور، والكسور دائما انا اقول الكسر هو مجرد يعني عباره عن عظم وانكسر،
لازم يبي له شغل وايد، لازم يروح المستشفى يسوون له اشعه يشوفون درجه الكسر، يشوفون هل محتاج الى عمليه وبراقي او لا فقط جبس وتجبير وتثبيت الكسر لحد ما يلحم. فالكسور بالاسعافات الاوليه بالنسبه لنا احنا نعتبره اولويه اخيره، لان عظم وانكسر يبي له شغل وايد. لكن دائما ننصح الناس في حالات الكسور لا تحركون المصاب. اذا كانت الكسور في الرقبه او العمود الفقري او الحوض او الاطراف السفليه بالريول لا نحركه نهائيا، خليه بالوضعيه اللي هو مرتاح فيها. حتى لو كانت الوضعيه بعيننا احنا نشوف انه والله شلون مرتاح، لازم نعدله. اذا هو مرتاح نخليه بنفس الوضعيه لحد ما توصل الاسعاف والمسعفين عندهم معداتهم وجبايرهم اللي يثبتون الكسر ويودونه المستشفى. اما اذا كانت الكسور بالاطراف العلويه، اذا كانت في الترقوه، في الكتف، بالمفصل مال الكتف، بالزند، بالعضد، بالذراع، بالاصابع، هذيلا كلها نقدر احنا نثبت ونوديه المستشفى. الكسر يحتاج المريض الطمأنينه، اني اطمنه، لا تحاتي، انا وياك، قاعد وياك، الاسعاف جايه بالطريق، التهدئه النفسيه تخلي الانسان المصاب انه حالته تستقر وما تتفاقم وما يصير عنده مشاكل ثانيه، لان احتماليه يكون في نزيف داخلي تحت الجلد هم تكون كبيره. لما يكون عندي كسر مفتوح والعظم او اطراف من العظم بارزه وطالعه برا الجلد، معناته ان انا عندي نزيف، بنتعامل معه على انه نزيف. ادري راح يكون في الم، راح يعور، بس ضروري اني انا اسيطر على النزيف. اذا كان في عندي نزيف كبير لازم احط ضماده واربط على فوق مكان الجرح اللي طالع منه العظم عشان احاول اوقف النزيف. الكسور الثانيه نفس الكسور اللي يصير بالجمجمه او بالراس او بالوجه، هذه كسور بليغه ويحتاج الى عمل كثير في المستشفى. كسر الانف اذا كان من الغضروف نفسه فهو بسيط، اما اذا كانت من عظمه الانف فهي جدا بليغه. كله يبي له تثبيت. في الكسور بالاسعافات الاوليه مجرد ان احنا نمنع حركه الطرف المصاب ونوصله الى المستشفى، واذا ما قدرنا نتصل على 112 وننتظر ونقعد مع المصاب ونطمنه لحد ما يصلون وياخذونه ما يقولون بالطريقه الصحيحه الى المستشفى. ما تشوف ان شاء الله. رجعنا لكم من بعد الفاصل مع ضيفة حلقتنا أستاذة بسمة لوهيب. أستاذة بسمة، توا قبل الفاصل نقول هذه مشكلة كل الأمهات، ودائما أي شخص يقول لك أنا ولدي كذي، بالتجمعات أنا عندي هالولد، كل مكان، بالدوام، بالتجمعات، بكل مكان، صح. ودائما يسألونك يمكن أكثر سؤال تعرض له، شلون أشجع طفلي يجرب أكل جديد هو ما يحبه؟ احنا عشان نشجع الطفل انه ياكل لازم نفهم اول شيء انه احنا وايد مرات نضغط على الطفل لدرجه انه هو يوصل مرحله يقفل شهيته، تتسكر ممكن ما يبي ياكل بالضبط، بس احنا ممكن ما ندري ان احنا قاعدين نضغط عليه. فاول شيء مهم ان احنا نفهم شنو وسائل الضغط وشون نتجنبها. وسائل الضغط المعتاده اللي احنا نشوفها دائما ان الاهل مثلا يكافئون او يعاقبون على الاكل، اذا كليت الشغله الفلانيه راح اعطيك الشغله الفلانيه، او مثلا اللي ما ياكل او ما يخلص صحنه ما راح ياخذ بطاط او ما راح يلعب اللعبه. من وسائل الضغط الثانيه المفاوضات، اكل 3 لقمات بس وبعدين قوم من الطاوله، عشاني ولا اترجاه، الله يخليك. ممكن من وسائل الضغط الثانيه اللي احنا مو مستوعبين انها وسيله ضغط، الاتنشن الزايد على وقت الاكل. يعني مثلا اذا خلينا نقول اذا ولدي ما ياكل باميه ويوم من الايام كلا باميه، كل اللي بالطاوله لازم يشوفونه، فلان كلا باميه، يا قاعده تتكلمين، كل هذا انا اسويه اصلا. اغلب الامهات ان هذا اللي تعلمناه، لكن هي ليش وسيله ضغط؟ لان هو جرب، يعني هو تشجع. ترى وايد مرات الخوف عامل غلط كبير. يعني اني انا اشجع انه هو اكل شيء، في تشجيع، لكن في تشجيع صح وفي تشجيع الاوفر. الاوفر هذا يصير فيه انه هو انا ايش سويت الحين، لازم كل مره اكل الباميه. فهو الصح ان انا اشجع الفعل ومو النتيجه. يعني مو لازم ان انت عافية عليك كليته، ولا مثلا اقارن بنفسه، انت امس كليته اليوم تقدر تاكله، مو لازم اقارن بنفسه، اقارن المحاوله مالت اليوم، او مو اقارن، عفوا اشجع محاوله اليوم. يعني اقدر اقول له انا فخوره فيك انك جربت بغض النظر عن النتيجه. لما يقول انا ما عجبني، اقدر اقول له انت اليوم ما عجبك، اصحح الكلام اللي يقوله حق نفسه، لان اقول له انت اللي تقوله مخك يصدقه، فانا اقدر اقول له ان انت
تقدر تقول أنا اليوم مو مستعد أكله بدل ما تقول ما أحبه، أو أنا قاعد أتعلم أحبه. فاستخدام مثل هذه العبارات ممكن يساعد الطفل إنه هو يبرمج عقله إنه هو تدريجياً يبدي يتقبل التجربة أو إنه هو يقرب منه، هو أكيد في سبب مخليه رافض. إنزين، فشنو الوسائل البديلة؟ قلت لك إن أنا أشجع الفعل ومو النتيجة، هذا واحد. اثنين، إن أنا أكون وايد هادية وقت الأكل، أدري هذا مرات شيء صعب على أغلب الأهل، لكن أنا أعرف إن أنا في لي دور ينتهي ويبدي دور الطفل فيه. لما أعرف إن أنا دوري إن أنا حددت الوجبة، حطيت الأصناف، قعدت معاهم على الطاولة، شلت المشتتات، هيئت البيئة، أوكي، وتأكدت إن في على الأقل صنف واحد من الأصناف ولدي ممكن يأكله، يقدر يأكله، يشبع نفسه منه، بعدين خلاص أنا لازم أفهم إنه هو عليه إنه هو يحدد شنو راح يأكل من اللي قدامه، الكمية اللي راح يأكلها من كل صنف. لو قال لي أبي زيادة عيش وهو ما أكل اللحم، ما راح أقول له أكل اللحم بعدين أحط لك عيش، لا، أقول له أوكي، ممكن أذكره بوجود اللحم قدامه، أذكره بوجود الخضار قدامه، لكن مو دوري إن أنا أحدد اللي هو يأكله. فأولاً لما أنا أشيل هذه الجزئية أو أفهمها، أفهم إن أنا ترى مو مسؤوليتي هو الحين شنو يأكل، صح، لكن أنا مسؤوليتي أقدم الطعام اللي أنا أبي يأكله وأكمل أعرضه عليه، سواء بالوجبة الرئيسية أو بالسناك اللي بعده بساعتين. إنزين، الحين الأشياء اللي إحنا ممكن نسويها بالإضافة إلى هذه الأساسيات، هذه بالنسبة لي أساسيات. أنا أتوقع هذه الأساسيات لازم الأهل اللي يتعلمونها منك مو الطفل، يعني فأنت أول جلسة تقعدين مخصوص مع أولياء الأمور. أنا العادة الجلسات تكون عندي 4، هذا تقريبا الوقت اللي ياخذ لي عشان إن إحنا نبدي نشوف تطور. أول 3 جلسات مع الأهل، بعدين ممكن أشتغل مع الأكل اللي هو مع الطفل اللي هو العلاج بالإطعام أو الفيدينج ثيرابي، ممكن يبلش مع الطفل، لأن بالبداية نبدي مع الأساسيات. الأساسيات العادة تكون مو صح، فعلا دائما الأم هي اللي متنشنة وقت الأكل، الأم الأبو وايد ترى، لأن محاتين، صح، ولدي ما قاعد يأكل، يعني أنا ما ألومهم، هم محاتين إنه هو مو قاعد يأكل، خصوصا اللي شديد الانتقائية اللي يعني يقولون طول اليوم ما يأكل شيء، فأنا خلاص إذا هو ما كله أنا من الحين بيقوم بعطيه حليب، ولا بروح أسوي له تشيكن ناجتس، ما كله شيء. وحتى هذه يعني حرام، مشكلة وايد أشوف إنه في نوع من التقييم بين الأهل، يعني أم تقيم أم إنه شوفوا إيش عطت ولدها. فعلًا المجتمع المحافظ، المجتمع وايد يقيم الأمهات، لكن إحنا لازم نفهم إن الأم ما سوت كذي إلا هي مضطرة، لأنها قاعد تشوف إنه أنا إذا ما عطيته هو ما راح يأكل. صحيح. فهني ممكن إحنا ندخل مختص يساعدنا عشان إحنا نطلع من هذه الدوامة اللي إحنا علقنا فيها. فعلًا. ونبدي نتحرك ونتطور. فإيه. ذكرتي إن هذه الأساسية هي المهمة في جلسة الاستشارة، من بعدها شنو الأساسيات الأخرى اللي تتبعينها غالباً؟ بعض الأساسيات الأخرى طبعاً، بعدين إن إحنا نشوف تقسيمة الصحن، شنو شلون أدخل المجموعات الغذائية المختلفة، شلون مثل ما قلت لك تدريجياً نقرب بعض الأكلات إلى صحن الطفل، شلون أخليه يتفاعل معاها. الحين أنا دائماً أقول حق الأهل، الشيء اللي الطفل ما يأكله خليه يتفاعل معه. التفاعل ممكن يكون بطرق مختلفة، يعني احنا اول شيء عندنا بسلم الاطعام، احنا عندنا شيء اسمه سلم الاطعام الحسي، الاكل 32 خطوة، ما يبدي ان انا احط الصحن والطفل ياكل، لا، لما انا اقول طفلي تقبل، يعني تقبل وجوده، اول شيء وجوده بعيد، بعدين يقرب، بعدين بمساحتي الخاصة، بعدين بصحني، بعدين احنا نبي ان الطفل يقدر انه هو يجيسه بطرف صبعه كامل، ايده، فهكذا احنا شوي شوي باللمس ان احنا نزيد التفاعل. عفوا، قبل اللمس عندنا التفاعل، تفاعل من غير اللمس، اللي هو مثلا استخدم شوكه، استخدم مثلا الشوبستيكس، استخدم ادوات الغرف، فهو اقول لهم خليه يغرف حق اخته، خليه يغرف لك، خليه يوكلك انت، خليه يوكل اخته، خليه يوكل اخوه، فهذا التفاعل ممكن انه هو يزيد تشجيع الطفل انه هو يقرب من الاكل. المطبخ يعني مكان ممتاز ان احنا نزيد تفاعل الطفل مع الاكل من غير ما نضغط عليه انه يعني ياكله، يعني نخليه يطبخ مثلا، يساعد الام والعامله في الطبخ ممكن، بالضبط، ابتداء من غسل الخضار والفواكه مثلا، لانه هو قاعد يجيسهم بس هو مو حاسس انه هو لازم ياكلهم، فهذه من الطرق للتفاعل اللي خاليه من الضغط. ممتاز. فهو يغسل الخضار، بعدين يبدي يقطعها في سكاكين اللي هي تكون امنه للاطفال، موجوده حتى تنباع اونلاين، انهم يقصون فيها، نستخدم القطاعات ان احنا نقص اشكال، ممكن ان احنا لما نتبل نلبسهم جلوفز ويبدون يتبلون معانا، يكورون الكفته، فالتفاعل اللي بالمطبخ وايد ممكن يساعد الطفل انه هو يبدي يحس بالامان. فعلا طريقه غير مباشره لكن جدا راح تساعد الطفل انه بجرب، ابي اكل هذا، انا سويته، جربوا اكلي، وهو ممكن يجربه. ممتاز. بالضبط، فانا حتى لو ما اكله بس هو كان ما يجيسه ورضى يجيسه،
هني أنا أقيس الإنجازات. فالأهل مرات يقولون إن أنا حاولت وسويت وولدي ما كله، وهم مثلاً عرضوا عليه الأكل مرة مرتين. أول شيء إحنا لازم نفهم إن الطفل لازم يتعرض للأكل بأشكال مختلفة. الطفل اللي مو انتقائي ممكن يحتاج 10 مرات يتعرض حق الأكل عشان يتقبله. الطفل الانتقائي 15 20 30 مرة يلا عشان يتقبل. فأنا أقول لها أنت شوفي هو وين بدأ. هل هو بدأ إنه هو رافض وجوده قدامه، رافض ريحته، الحين هو قادر إنه هو يقعد معه بنفس المكان؟ حسبيها خطوة. هو ما كان يجيسه وصار يجيسه، تحسبينها خطوة. هو كان ماي مستحيل يذوق، قرر إنه هو يذوقها بس ما بلعها، هم خطوة. فهذه كلها إنجازات تحسب حق الطفل وحق الأم، إن أنتوا قدرتوا تتطورون. فالتطور ما نشوف إنه هو ياك قاعد يقول 32 خطوة، إحنا لازم نشوف بين الخطوات. فعلا صحيح، غالبا التطورات بين مثلا مرحلة إلى مرحلة ثانية الانتقال يحتاج إيش كثر وقت من الطفل نفسه عشان يستجيب؟ أيضا تختلف، لأن مرات عادي بنفس الجلسة بنفس الوجبة الطفل هو مو دائما راح يمشي لفوق، مرات هو ممكن يبدي عند تفاعل اللي أنا ما أجيس بس ممكن أتفاعل، بعدين يروح إنه هو يجيس، بعدين يروح للتذوق أذوق وأطلع، بعدين الباتشر تلقينا ما يبي يجيسها مرة ثانية. فهو مو شكل يعني لينير أو اللي هو إنه مستمر، هو يتفاوت يوم عن يوم راح يتفاوت. الوقت اللي ياخذ الطفل همن راح يفرق، قاعد أقول لك يفرق من الطفل نفسه، يفرق من طفل لطفل. يعني مرات عادي في طفل جلسة جلستين خلاص، في مرات طفل قلت لك يحتاج 30 مرة يتعرض للأكل عشان يبدي يتقبل إنه هو يجيسه فعلا. فيفرق من شخص لشخص. إنزين أنا كأم أوكي، هل يجب علي إن أنا أقلق إن طفلي ما قاعد يأكل، ولا مثلاً خلاص مثل ما أنتي قلتي أنتي حطيتي المجاميع وانتهى، لكن لابد أستاذة بسمة في مرحلة أنا بقلق إن أنا ما قاعد يأكل؟ بالضبط، هني إحنا قاعدين نسأل إن متى أنا ألجأ لمختص، أوكي متى أخلي أحد يساعدني؟ طبعاً أنا من أشوف مشاكل انتقائية بدت تأثر على حياتي اليومية، يعني أنا هذا شيء أنا مطبقته بحياتي ودائماً أنصح الأمهات فيه. لما الشيء يبدي يأثر على مستوى راحتي بحياتي اليومية، يعني أنا قاعدة أحاتي من الوجبة للثانية أنا شايلة همها، فأنا أول شيء إذا هذا الهم موجود ألجأ لمختص، هذا واحد. اثنين، لما أشوف إن وزن طفلي أو طوله مو قاعد ينمو بالطريقة العادية، إحنا نتابع منحنى النمو مع الطفل، يعني بين عيادات يعني زيارات عيادة الأطفال بين فترة وفترة نشوف منحنى النمو، فخلنا نتابع. أفضل أن دائماً الأمهات يكتبون أوزان وطول أطفالهم عندهم بالتليفون، أو إذا عندهم ينزلون الأبليكيشن اللي هو منحنى النمو ويشوفون. إذا طفلي مو قاعد ينمو بالطريقة اللي هو المفروض ينمو فيها، فهني أنا ممكن أن أنا ألجأ لمختص. إنزين الأكل اللي كان يأكله بدأ يقل، بدأت لستة أكلاته تقل، هني ألجأ لمختص. مجموعة كاملة من المجاميع الغذائية ما يقرب منها، لا خضار مثلاً، ما في فواكه، ألجأ تحت العشرين صنف، تحت الخمستعش صنف من الأكل، لا أروح. ليش أنا أنطر عشان أشوف إذا هو بيعدي هالمرحلة ولا لا؟ في أطفال يعدون صح، بس شنو الأطفال اللي يعدون تقريبا نسبتهم بين ثلث إلى نص الأطفال ممكن يعدون هالمرحلة بعد سنتين من أن يدشون الانتقائية. فخلنا نقول هو يبلش سنتين، على 4 سنين تلقين خفت، لكن إذا استمرت زيادة لا لازم اشوف. ما مو كل طفل انتقائي مرحله وبتعدي، لا، في احيانا انا احتاج افهم المشكله واعالجها مع مختص. ممكن تعالجينها بادويه استاذه بسمه؟ الادويه يعتمد ايضا، لان مرات احنا نحتاج انه يكون في تحويل على قسم الغدد الصماء، ممكن يكون احنا عندنا مشكله هرمونات، ممكن يحتاجون ابر، ممكن احيانا مشكله مكملات، احيانا الشهيه تكون قليله بسبب نقص الحديد، فاحنا مجرد ما احنا نصيد نقص الحديد ونعطي مكمل الحديد حسنة. فجأة نبدأ نشوف أن الطفل مشتهي يأكل أشياء اللي كان يحبها، ردت حق نظام الغذائي. فأيضاً يحتاج تقييم من طبيب أطفال عشان إحنا نشوف الصورة كاملة. هل باعتقادك أستاذة بسمة أن الحالة النفسية للطفل سواء إذا كان خلنا نفرض أنه أول يوم مدرسة تأثر على جودة أكله، خصوصاً أنه هو أصلاً طفل انتقائي ممكن تقل زيادة، أو خلنا نقول مثلاً حالة نفسية بأي تغير بظروف يومه وروتينه تأثر أيضاً على حالته الصحية؟ 100% 100%. احنا قلنا الضغط هو يعني اسهل وسيله انك انت تسكرين شهيه الطفل، فهذه الاماكن تكون يعني اماكن توتر الطفل، اول يوم مدرسه، اصدقائي ما ادري منو بيكونون، عندي حتى الزواره ترى، يعني انا حتى لما نبدي العلاج بالاطعام او لما نبدي الاستشارات اقول لهم نركز على روتين البيت اول، الزواره هذه نتكلم عنها اخر شيء، لأن الزوارة لما يروح الطفل كل الأشياء اللي أنت قاعدة تطبقينها معاه بالبيت
ما راح تقدرين ان انت تطبقينها هناك، تلقين اليدة ولا الخالة ولا اللي يعلق ولا اللي يقول ليش انت ما كليت، واللي يقول له تاكل عشان اعطيك كيكة. فكل الاشياء اللي انت قاعد تحاولين تسوينها بالبيت بالزوارة راح تكون صعب ان انت تطبقينها. فاحنا اول شيء نبني الامان بالبيت، بالروتين اليومي بالبيت، نضبط اموره بالبيت، بعدين الاستثناءات نشوف شنو قاعد يصير معاه. هني احنا على حسب اللي قاعد يصير معاه نبدي نتدخل او نعطي حلول. هل تفضلين يكون في روتين بيوم الطفل الانتقائي؟ اي طفل يحتاج روتين، مو بس الانتقائي، يعني الاطفال يحتاجون الروتين في كل شيء، نومهم، اكلهم، لبسهم، مدارسهم، انشطتهم. فحتى الاكل العاده انا اقول روتين الطفل يكون عباره عن هذا المعتاد 5 وجبات اللي هي 3 وجبات وسناكين. فبالبدايه يكون عندي ريوق، بعد 2-3 سناك، 2-3 غدا، 2-3 سناك، بعدين عشاء. وانا عامل السناكات معامله الوجبات، صحيح، خصوصا عند الطفل الانتقائي، لانه ممكن كميه اللي ياكلها بالوجبه الرئيسيه مو وايد، وعشان الام ما تتوتر انه هو ما اكل والوجبه الجايه الساعه 3، السناك اذا ما اكل عدل اعطيه سناك دسم. صحيح، هني مهم تعوضينه، تعوضينه. وهني مهم الوضوح ان انا هذا دوري، ان انا اقدم المنيو، مو دور الطفل. ما اساله شنو تبي حق العشاء اليوم، انا محدده المنيو، اقتراحات موجوده وانت تاخذ واحد من هذيلا ممكن من الموجودين. بالضبط، انا السناك احطه بصحن العاده، ما اعطي اكياس عشان حتى الطفل ما يتعلق بالتشيس وبالبراند. صحيح، فانا اقول له جيب صحنك، حتى لو بحط له بطاط ولا ايا كان، احط له بالصحن الكميه المناسبه، الكميه المناسبه، ودائما ادمجها مع شيء ثاني. فمثلا بحط بطاط احط رب، بحط بطاطا احط لبنه يغمس فيها مع مكسرات، فتصير حتى السناك متوازن. صح فعلا. استاذه بسمه، احنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم، عندنا اسئله وايد ما سالناك اياها، لكن اكيد راح تكونين متواجده معنا بحلقه ثانيه. يعطيك العافيه على وقتك. الله يعافيك. اعزائي المشاهدين، وصلنا لنهايه حلقه اليوم. احنا كاولياء امور اي شيء يتعلق بطفلنا يهمنا ويسبب لنا سواء ضغوطات او توتر، لذلك اذا كان طفلك انتقائي المطلوب منك انك تستريح وتوجهه الى الشخص المختص اللي راح يوجهك بالخطوات والاساسيات علشان تقدر تبني طفل سليم وصحي وخالي ان شاء الله من الامراض. نلقاكم في حلقات قادمة من برنامجكم برنامج رسائل صحية. مع السلامة.